صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نطرح كافة المواضيع الصحية والطبية التي يعني يعنى بها الشارع، وأيضا نركز على الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مستشفياتها، في مراكزها الصحية الأولية، وأيضا المراكز المتخصصة. فحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا معنا في الإخراج اليوم عيسى سبيل، وفي التنسيق ميرا الغفلي. وخلص البرنامج. صباحك الله بالخير دكتورة ندى الملة. صباحك الله بالنور والسرور يا محمود. ما تعطيني فرصة رحب فيك. ما تعطيني فرصة. صباحكم الله بالخير والنور والسرور في اليوم الجميل هذا الأربعاء اللي برائحة الخميس. يعني اليوم إن شاء الله آخر يوم دوام للمعظم الموظفين طبعا، وبس حاب أعطي رسالة بسيطة للناس اللي بيصادف عندهم دوامات خلال أيام العيد. أدري في واحد يقول ليش ناس مداومة وناس مأجزة، هذه رسالكم. أنتوا تؤدون واجب وطني، واحد يروح الدوام بابتسامة. تذكروا إن لما نروح إحنا نداوم أيام الإجازات فهو عبارة عن واجب وطني رقم واحد، أنا أجر عليه إن شاء الله رقم اثنين، ورب العالمين إن شاء الله يأجرني على خدمة الناس. فنروح بروح عالية ومبتسمين ونعايد على الناس ونرحب بهم، ويعطيكم ألف صحة وعافية سواء كنتم مداومين هالعيد أو غير مداومين. مداومة في العيد أنت؟ أنا كنت مفروض أداوم بس عقب تغير الجدول. أنا داومت العيد الأطاف. انزين، خلينا نذكر بموضوع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة. طبعا تعرفون ملف الطبي الإلكتروني سلامة هو الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي بدأ تطبيقه في المرحلة الثانية في شهر 8، لنوه السادة المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي والمراجعين لمنشآت الهيئة التي بدأت بتطبيق نظام سلامة بضرورة إحضار الوثائق التالية عند زيارتهم الأولى لهالمنشآت: بطاقة الهوية الإماراتية، بطاقة الصحية، وبطاقة التأمين. علما بأن المنشآت الصحية التي بدأت تطبيق نظام سلامة هي كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية: مستشفى دبي، مستشفى راشد، مركز ملتقى الأسرة، مركز دبي للسكري، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. ووسعوا بالكم وطولوا بالكم ووسعوا صدركم وتعاونوا مع الكادر الموجودين لحين تمر المرحلة الأولى من المرحلة الثانية من سلامة. الأيام الأولى من المرحلة الثانية للسلامة. أوكي، لأن الجملة ما كانت واضحة بالنسبة. زي عموما أيضا نحن نقول لكم كل عام وانتوا بخير مقدما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأيضا هني بهذه المناسبة نخبركم بتحديد ساعات العمل في منشآت الهيئة الصحية خلال فترة العيد. فالهيئة أعلنت عن المواعيد في كافة المستشفيات ومراكز الصحية التخصصية تابعة لها، وكلفت الهيئة طبعا في تعميم رسمي بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء اللي هو الأونكول. أنت على الأونكول بتكوني ولا؟ إحنا أونكول، بما إن إحنا إدارة العيادة نكون أونكول في العيد. وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل من هذه المراكز والمستشفيات. طبعا مراكز الرعاية الصحية الأولية أصدر قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي تعميما إداريا حدد فيه ساعات العمل بمركز البرشة وند الحمر الصحي على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما ستكون كافة المراكز الصحية مغلقة خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر، باستثناء مركز الليسيري الصحي اللي بيكون مغلق خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، على أن يعاود العمل في يوم 3 سبتمبر من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. طبعا قطاع المستشفيات أعلن
عن أن العمل في أقسام الطوارئ بكافة مستشفيات الهيئة دبي راشد لطيفة حتى سيكون على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، وسوف تكون العيادات التخصصية مغلقة بمستشفيات الهيئة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتى، أوكي؟ والتي ستفتح أبوابها خلال العطلة من الساعة 7 صباحا وحتى 9 مساء. وأعلن قطاع خدمات طبية مساندة عن إغلاق كافة المراكز التخصصية التابعة لهيئة الصحة خلال عيد الأضحى المبارك، مركز الثلاسيميا، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مركز دبي السكري، ومركز الإخصاب. كما أعلنت إدارة خدمات فحص اللياقة الطبية عن إغلاق كافة مراكز فحص اللياقة الطبية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. أسمع طيب. عندنا جاهزة يا محمود، تريانا على الخط، اسمع معلوماتنا الجميلة عن مواعيد عمل منشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير والنور والسرور يا أسمع. صباحكم نور سور، صباحكم الأربعاء المتخمس. أجل إنه متخمس. أين أنت يا أسمع؟ أين أنت، في المكتب؟ نعم. أنت بعد شوية راح ننطلق ونسير لي مركز بنك دم الحبل السري، وراح يكون في لقاء قيادات في خدمتكم. الجمهور يقدر يتواصل مباشرة على الفيسبوك والإنستغرام مع مدير المركز في إنابة دكتورة مي رؤوف، وراح تجاوب على كل الأسئلة لها علاقة مثلا في الخلايا الجذعية والاحتفاظ بالخلايا الجذعية وبنك الخلايا الجذعية اللي موجود عندنا في الإمارات واللي هو في دبي تقريبا من 10 سنوات. فتعتبر الهيئة صباقة أيضا في أن هي تستخدم هذا النوع في الاحتفاظ والعلاج. ممتاز. وهذا اللي راح يصير اليوم هو one of the main things. وأقول لكم مسجنا اليوم أجعل اليوم ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وأبدأ أطلق عيد الأضحى وأنت مرتاح البال. كل ما نحن الأشياء اللي كانت عالقة سويناها عمثال دن وخلصناها، كل ما كان الإنسان نفسيته تكون أريح، ما بيقول أوه برد الدوام وعندي وايد أشياء ما خلصتها من قبل العيد. فالشعور هذا ما راح يكون موجود، وراح يكون تكون عطلته مريحة أكثر. شكرا لك يا أسماء. فكروا فيها. إن شاء الله. شكرا لك يا أسماء، رسالة جميلة في اليوم الجميل، ونهارك سعيد. وكل عام وأنت بخير مقدما. وأنت بخير يا رب. شكرا. نعطي تحية محمود حق دكتورة مي، كانت معانا في صحة وسعادة أكثر عن مرة. تحية لك دكتورة مي، وكل عام وانت بخير، وبنتابعك اليوم إن شاء الله على في قيادات في خدمتكم. إذن رسائل سريعة. السلام عليكم، كل عام وانت بخير. شو الفرق بين البطاقة التأمين والبطاقة الصحية؟ قولي لهم. البطاقة التأمين بطاقة صحية، بطاقة التابعة لهيئة الصحة في دبي اللي يكون فيها رقم البطاقة الصحية مالكم أو مكتوب عليه مرات MRN number اللي هو تبع يعني يحمل رقم ملفكم الطبي. ولكن بطاقة التأمين لا، حسب شركة التأمين تتابع لها، يكون على مع مختلف شركات التأمين، فلازم تبرزون الثنتين ومع بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول. طيب، وعنا علي عبد الراضي من جمهورية مصر يصبح علينا ويقول كل عام وانتم بخير. زين، في شخص في الهيئة بعد شغال مسي مزهرية. زين، بالتوفيق. السيدة هناء طحوارة، مشكورة يا أستاذة هناء. مها منورة دكتورة ندى، شكرا لك يا مها، ويلكم تو برازيل. يا سلام. أحلى شيء إن عندنا من أمريكا الجنوبية عندنا متابعين وعندنا ناس يتابعون البرنامج. أمريكا الجنوبية. إنزين، على طهري أمريكا الجنوبية، ما نروح نحن لأمريكا. في دراسة تقول مصابيح إضاءة الشوارع خطر على السيدات. دراسة طبية حديثة تقول أن العيش على مقربة من مصابيح الإضاءة في الشارع يزيد فرصة تعرض النساء للإصابة بسرطان الثدي. وبحسب الدراسة فإن النساء لا يعملن تحت الأضواء الصناعية لفترات طويلة، كما هو الحال لمن يشتغلن بالليل، معرضات أكثر لهذا المرض الخبيث. وأوضح باحثون من مدرسة هارفارد الطبية أن الأضواء الصناعية تقوم بتوقيف هرمون يساعد على الوقاية من سرطان الثدي، وأضافوا أن الضوء يتسبب بإرباك نظام الليل والنهار في الجسم، الأمر الذي
قد يؤدي إلى فوضى بالعمل البيولوجي للجسم بشكل طبيعي. كما رصدت الدراسة إمكانية أكبر للإصابة بالمرض بشكل مرتفع لدى النساء اللي لم ينقطع عنهن بعد دم الحيض إلى جانب المدخنات ومن سبق لهم التدخين في فترات سابقة من الحياة. يقول البروفيسور بيتر جيمس أن الإضاءة الاصطناعية باتت واسعة الانتشار في أيامنا هذه، موضحا أن نتائج الدراسة اكتشفت أن كثرة الضوء تزيد فرص التعرض لسرطان الثدي. وشملت الدراسة عينت 110 آلاف سيدة، عينة كبيرة هذه، في مناطق عدة من الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا هذه الدراسة استغرقت 15 سنة، ووجدت أن من تعرضنا لأكثر للضوء في الخارج كنا مرشحات بأكثر من 14% بالإصابة بهذا المرض. هذا يأكد الكلام دائما نقوله محمود عن أهمية النوم بالليل والتزام بساعات النوم بالليل، لأن خلال الليل تفرز هرمونات معينة تجدد الجسم، تحمينا من أمراض معينة. فالفكرة أن هالنساء كانوا ما ينامون خلال الليل، يعني كانوا يشتغلون يا برا أو عندهم مناوبات ليلية، فكانوا تحت الإضاءة الصناعية فترة طويلة، بالتالي الهرمونات المفروض تفرز خلال الليل ما كانت تفرز. فالنوم في الليل مهم، عشان شي ما حيدق على حد في الليل الحين. بس الليت يعني له علاقة، الليت اللي هو يعني الإضاءة الصناعي، إيه؟ إنه يعطي، إنه ينبه الدماغ إن الليل حين نهار، فما يعمل الجسم ما يحسب حساب إنه هو الليل إلا لو أنت خففت الأضواء ونمت. في الدول الإسكندنافية تعرفين متى تغيب الشمس؟ الشمس بتأخر، صحيح، 12 في الليل، صح، في الصيف. إنزين. عشان تشي تلاقي عندهم نسب إصابة بعض الأمراض أكثر من غيرهم محمود، سبحان الله. إيه؟ حتى أحيانا تدرين 12 في الليل تحسين بعد شيء نور، صحيح. أنا لما تشوف الناس اللي يسافرون هالبلدان ليه الساعة 10-11 في الليل بعد الشمس طالعة، ما أدري كيف ينامون. أنزين. يقول أنا دوام ثاني العيد في المستشفى حسن، يعطيك ألف عافية ويأجرك إن شاء الله على جهدك. عموما نحن ما أطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتحدث إن شاء الله عن إزالة ورم متقدم من فك مريض. بيكون معانا دكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في مستشفى راشد. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا قبل الفاصل قلنا للدكتور نحن نتكلم عن إزالة ورم متقدم من فك مريض. طبعا تمكن أطباء قسم جراحة اليد في مستشفى راشد بالتعاون مع أطباء قسم جراحة الوجه والكفين من أنقاذ حياة مريض كان يعاني من ورم وتآكل في عظمة الفك، تسبب لها يعني العديد من المشاكل الصحية بما فيها تشوه في الوجه. نحن نتكلم عن هذا الموضوع، عن هذه العملية مع الدكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في مستشفى راشد. الدكتور معنا عبر الهاتف. صبحك الله بالخير دكتور. الله يصبحكم بالخير أخوي، كيف أموركم؟ بخير الله يسلمك دكتور، نورتنا عن طريق الهاتف، كنا نتمنى وجودك معنا بس إن شاء الله مشغول الريال، مشغول ندري أنك مشغول ومراعين أنك أنت مشغول، يعطيك العافية دكتور. بس لو ممكن نعرف المستمعين شو هالعملية، شو كان يشتكي من المريض أول شيء، شو الأعراض كانت عنده، وشو العملية أنتوا أجريتوا ليها؟ نعم، المريض شاب في مقتبل العمر، كان جاي وعنده ورم عبارة عن ورم حميد، لكن من الأورام الحميدة اللي تنتشر بسرعة في مكان الورم، ما ينتشر في كامل الجسم لكن في مكانه، وكان الإصابة صايرة في الفك الأيسر السفلي، والورم صار تقريبا في حدود السنة وشوية، أدى إلى تآكل معظم عظم الفك السفلي من الجهة الأيسر، وسبب للتشوه شديد في الوجه وانتفاخ وصعوبة في الكلام والبلع. فمن الأورام اللي كان المفروض لازم تنشال بسرعة، وبسبب تعقيد العملية وأن المريض كان محتاج أن ننشأ له فك جديد عن طريق نقل الأنسجة، كان العلاج مو متوفر في أماكن كثيرة، فتوجه على قسم جراحة الفك والوجه لأخذ الاستشارة، وهم تواصلوا معانا شو الإمكانيات اللي احنا ممكن نقدر نسوي للمريض. طبعا الفك من الأعضاء المهمة جدا في المضغ والكلام،
ولازم يعني العظم يتكون من جديد وينشأ من جديد. فإحنا يعني قدرنا نعطيهم اقتراح أن نأخذ عظم من الرجل. الرجل طبعا فيه عظمتين كبار طوال، نأخذ العظمة الرفيعة اللي فيها ونشكلها بحيث أن تكون فك جديد حقه. ممتاز. طبعا الورم كان بطول تقريبا 19 سنتي ما شاء الله. احنا خذينا عظم بحدود 22 سنتي من الرجل مع الشريان والوريد اللي يغذيه، وكسرنا العظم هذا بحيث انه يكون بشكل الفك، فكسرناه على مكانين وثبتناه ببراغي وصفايح وركبناه في الوجه في مكان العظم اللي انشال او الفك اللي انشال، ووصلنا الشرايين مع العظم مع شرايين موجودة في منطقة الرقبة. دكتور هذه عملية معقدة جدا يعني اللي انت تقول لي اياها، بس انا يعني السؤال اللي ورد في ذهني، لما اخذت عظمة الريل هذا ما اثر على وظائف الرجل؟ لا، العظم هذا مهم جدا لانه يعطي تماسك لبعض العضلات، العضلات اللي تطلع من العظم هذا عشان تؤدي وظائف الرجل المختلفة من الحركة وهذا. لكن العضلات هذه احنا نقلناهم وثبتناهم في اماكن ثانية. وبعدين المفاصل اللي العظم يكون جزء منها احنا ما لمسناها، فالمفاصل كانت سليمة. احنا خذينا ما بين المفصلين، العظم كان يعني طويل وينتقل يعني يطلع من مفصل لمفصل، احنا خذينا الجزء اللي ما بين المفصلين. والعظم هذا طوله في حدود حسب ما قسناه قبل العملية في 35 سنتي ل 38 سنتي، واحنا خذينا 22 سنتي بس، فالجزء الاول بداية العظم ونهايته ما لمسنا. فالمريض قادر على الحركة، وقبل ما يطلع من المستشفى قام وكان يمشي على ريوله. ما شاء الله. دكتور خالد، طبعا أكيد الناس استفسر تقول عملية أن أنا أخذ جزء من المريض نفسه وأزرعه في مكان ثاني، شو فائدته عن أن أنا أزرع له مثلا طرف صناعي أو أخذ عضو من مريض آخر؟ نعم، الشيء الطبيعي دائما التئامه بيكون أفضل بكثير من شيء صناعي. من الحلول اللي كانت موجودة أن يتركب في عظم صناعي مع مفاص مع صفيحة وبراغي، لكن العظم الصناعي بيكون في الآخر صناعي ما بيلتئم مع العظم الثاني الباقي الموجود، فممكن احتمال يحصل نوع من التآكل أو الخلع في الجزء هذا. لكن العظم الطبيعي طالما أنه واصل للدم وعايش بيلتئم مع باقي العظم، يعني أطراف الفك اللي احنا شلينا، احنا شلينا تقريبا نصفه، فالباقي من الفك بيلتئم مع العظم هذا وبيكون فك جديد، بحيث ممكن نركب عليه أسنان من جديد والمريض يقدر ينبض وياكل أكل. دكتور أنا يعني اللي يشدني أن مستشفى راشد واحد من المستشفيات المميزة جدا، وجود مثل هذه العمليات المعقدة هذه، يعني كنا نسمع قبل نسافر ندور بلدان في العالم ممكن يجرون مثل هذه العمليات المعقدة. نعم. الآن وجود مثل هذه العمليات، هل هي نقدر نقول عنها أن وصلنا مرحلة متقدمة في مستشفيات هيئة الصحة في دبي في إجراء مثل هذه العمليات؟ بمعنى هل الخطة العلاجية للمريض يعني بدأت تؤتي ثمارها وبدأت حالة المريض صحيا تكون أفضل والوضع الصحي حاليا للمريض؟ أنت قلت لي طلع ومشي على ريده عقب كم يوم. هذه كلها أسئلة تتوارد في ذهني، أبغي أعرف يعني إلى أي مدى وصلنا في مستشفياتنا في هيئة الصحة بدبي ومستشفى راشد بالتحديد في إجراء مثل هذه العمليات. نعم، هي صح من العمليات المعقدة، لكن الحمد لله الإمكانيات متوفرة سواء من الطاقم الطبي أو من الأجهزة في مستشفى راشد، والبلاد ما قصروا معانا وشيوخنا ما قصروا ووفروا لنا كل هالأشياء. وإحنا مو أول عملية نسوها الحمد لله، هذه خامس عملية نسوها، إن ننقل عظم مع الشريان والوريد ماله ونزرعه في أجزاء ثانية من الجسم. سويناها لمرضى كان عندهم فقدوا عظمهم في أماكن ثانية، سواء في الفخذ أو في الرجل الثاني أو في الإيد، وزرعنا لهم عظم والحمد لله كله عاش وأمورهم استقرت ومشوا على ريولهم أو استعملوا إيدهم مرة ثانية. فالحمد لله الإمكانيات موجودة والخبرات موجودة، والطاقم الطبي سواء من الأقسام المختلفة موجودين،
والتعاون بينهم يعني بأحسن ما يكون في توفير أفضل الخدمات حق مرضانا. صحيح. دكتور خالد، هالعملية كم استمرت؟ يعني مع الوصف اللي انت وصفتنا بين معقدة، يمكن كم ساعات؟ كم ساعة أخذت العملية؟ عشر ساعات العملية. وكم طبيب ساهموا في العملية؟ وكنا احنا تقريبا 5 دكاترة، وساعات بعضنا كان يطلع ويدخل غيرنا، فتوتل كنا على بعض 7. وكم قسم شاركوا في هذه العملية دكتور؟ قسمين اللي هم جراحة الوجه والفكين، وقسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية. انزين، الحين ابغى اعرف شو علاقة جراحة اليد في هذه العملية؟ هذا مسوي العملية في فتشه. اي نعم، لان احنا متخصصين في الجراحات الميكروسكوبية، بعد احنا ننقل الأنسجة ونزرعها في اجزاء ثانية من الجسم، فمثلا قسم الاصابات، او عنده مثلا مريض فقد نسيج من قدمه ويبى تغطية للعضل، ننقل عضلة من الظهر مثلا. صحيح. قسم جراحة الوجه والفكين مثلا محتاجين مثل هالحالة، احنا نوفر لهم النسيج. دكتور ابغى اتكلم على مسألة ان انت توفر هذا النسيج والاعصاب هذه اللي في في الجسم، يعني تعطيني فكرة عامة عن مثل هذه العمليات. انا اللي عارف ان الاعصاب مجموعة شعيرات دقيقة جدا، الواحد ممكن يوصل على اساس انه ياخذ افضل نتيجة، فخبرني عن مدى تعقيد هذه العمليات. الشريان اللي احنا ناخذه عشان نزرعه هي في حدود تقريبا 1.5 ملي عرضه. اوكي. ضعيف جدا يعني. هذا القطر الخارجي لي، والقطر الداخلي يكون اصغر، فساعات الواحد عشان يشوف الشريان والقطر الداخلي والمجرى الدم فيه لازم يشوفه تحت الميكروسكوب، والخياطه تكون بخيط ارفع من الشعره. صحيح. يعني والشريان هذا عشان ننقله لازم نسلكه من الأنسجة اللي حواليه، وكل العمليات هذه تكون تحت تكبير بنظارات مكبرة أو بالميكروسكوب. صحيح. لأن مثل ما قلت دكتورة، الأنسجة عندنا في الجسم، وأنت محمود سأل عن جراحة اليد، اللي شايف تركيب تشريح اليد يكتشف حجم العضلات الصغيرة والأوعية الدموية والأعصاب الموجودة في اليد، فجراحة اليد أصلا جدا دقيقة، فأتوقع هي أنسب جراحة تكون مساعدة مثل الجراحة المعقدة اللي كتسوت للمريض في جراحة الفك. نعم. جزاك الله خير دكتور خالد العوض، استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى راشد. نحن شاكرين لك تواجدك معنا عبر الهاتف، وإن شاء الله إلى الأمام دائما. مشكور يا دكتور. الله يحفظكم، وأنتوا إلى الأمام، وما قصرتوا في توعية الناس والمرضى، والله يحفظكم. شكرا لك، نهارك سعيد دكتور. كل عام وأنت بخير. إذن مستمعينا، كان معنا الدكتور خالد العوضي من مستشفى راشد، كنا نتحدث عن إزالة ورم متقدم من فك مريض، عملية جدا معقدة دكتورة، ساهم فيها قسم جراحة الوجه والفكين، وتمكنوا الحمد لله من انقاذ هذا المريض. فخر محمود، تعرف لما تسمع العمليات المعقدة، يوم أمس كانت عندنا دكتورة أمل وقالت عن المريضة كان عندها الورم وشلو ردت تمشي عريولة، فهذا فخر لنا في الإمارات يكون مثل الإنجازات الطبية. بالضبط، وهذا يعزز يعني التوجه العام لحكومة دولة الإمارات بتوفير الخدمات الصحية في الدولة. يعني نحن الحمد لله صرنا يعني من المقاصد في السياحة العلاجية. صحيح. اللهم لك الحمد. وفي عندنا أرقام ودلائل تقول أن حتى من دول متقدمة نحن نروح لهم نتعالج زي قاموا يجون عندنا. صحيح. في عمليات معينة. أكيد. فهذا فخر، ونفخر جدا بأطبائنا سواء المواطنين أو حتى الأطباء الجانب والمقيمين اللي يقدمون مثل هذه الخدمات. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل شو عندنا دكتورة؟ عندنا موضوع جميل، إنه مستشفى دبي ابتكر تقنية جديدة لترميم الصمام التاجي. طيب دكتورة، قالوا لنا في عندنا مداخلة، أعتقد ناخذها وما نطلع فاصل. منو معانا؟ ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عزيزي، عندي رسالة شكر بس للدكتور خالد العوضي، سمعت البث المباشر قبل شوية. اي تفضل، تعرف عليك أول. خميس راشد، خميس علي الشرقي. تفضل أخوي. من سكان دبي. أخوي، كنت أنا عاني، عندي بنتي ولادتها طبيعية وكانت عمليتها معقدة، زرنا مستشفى من المستشفيات الخاصة اللي معروفة عندنا اللي هي عيادة العظام. أقدر أذكر اسم المستشفى؟ يفضل.
لا بتذكر شيء سلبي ما انا ابغى اساس لا لا لا, لا, لا شيء ايجابي شيء ايجابي ايه. رحت على اكبر مستشفى عندنا مستشفى العظام اللي هي سليمان حبيب وكل اشهد فيها تقريبا صارنا سنه ورحنا العياده فما لقينا العلاج رحنا هيئه الصحه اساسا قالوا لنا العلاج متوفر في المانيا سوينا سيرت على جوجل فحصلنا الدكتور خالد العوضي اللي هو في مستشفى راشد رحنا مستشفى راشد تقريبا ريال يشهد فيه والكل ذكر فيه تكلم فيه بكل كلمة طيبة وترينا لحنا كنا تريع المواعيد تقريبا المواعيد طولت تقريبا 6 شهور أو 7 شهور بس الحمد لله الحمد لله العلاج أنا ما كنت محصلنه في الدولة بس لقيته عندهم بعد عناء ما في مشكلة سنة بس لقيت أني حل وبنتي كان فيها 6 أصابع وراسة 6 أصابع بالريل ليما وبالريل اليسرى كل الدكاترة قالوا أننا ما نقدر نسوي العملية والعملية موجودة في عيادة دريم وولد بلندن بس الدكتور خالد قال أنا موجود دامني أنا موجود أنا العلاج أقدر أسوي بس محتاج طاقم طبي من مستشفى لطيفة وأشهد شكر لمستشفى لطيفة أنه ساعدونا وقدروا يوفرونا غرفة العمليات والدكتور بنفسه الدكتور خالد العوضي وكان معه المساعد دكتور إيهاب ما شاء الله عليهم ما قصروا العملية كانت أنا أتكلم عن موضوع عملية بعد سنة اللي هو كان تاريخ 20 أغسطس اللي هو الشهر هذا تاريخ 20 الحمد لله تمت العملية تقريبا والبنت شو صحتها الحين والعمل الحمد لله الحين طلعت من غرفة العمليات ومن يومين مبدليلها الجبس الحمد لله حالتها أحسن من ما يكون الله يعني تريها السنة والغلق والعملية كملت ساعة أو أقل عن ساعة والحمد لله وكنا نعاني يعني تقريبا ساعة ساعة سنة سنة ونص والبنت صار تقريبا سنة وسبع شهور أو سنة وثمان شهور ففترة اللي هي مشت فيها 10 شهور يعني من 10 شهور نحن كنا نعاني أنه مش قادرين وأنتم بكرامة حتى نعالج نتلبسها لأ بكون بحيث أن عندها 6 أصابع باليمنى و6 أصابع باليسار بس شكرا لك يا خميس على هذه الرسالة شكرا رسالة الإيجابية شكرا وعلى وقفته ويانا وما قصر ويانا هذا واجب واجب رسالة شكر كنت شكرا لك وأنا يعني أحيي فيك هذا الاتصال أنك أنت يعني تتواصل مع الناس المعنيين للشكر عموما نحن ما نطلع فاصل وأنا أحيي عيسى على صبر علينا لما خلصنا المكالمة والله هو اللي عطلنا على الفاصل قال لا خذ الخميس ولا اسمحوا لي عاد لا فعلا من شفت أن الدكتور على خالد العواضي فرسالة شكر المفروضة أني أوجهها وما أنسى الرجل مشكور يا خميس شكرا لك فاصل مستمعين بعد الفاصل متواصل صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن قبل أن ندخل في موضوعنا في هذه الفقرة اللي نتكلم فيه عن ابتكار في مستشفى دبي لتقنية جديدة لترميم الصمام التاجي مناخذ هذه المداخلة من أبو حمد وبعدها ما ندخل في الموضوع الرئيسي مالنا مرحبا أبو حمد صباحكم الله بالخير بالنور والسرور تفضل يا سيدي أول حاجة يعني شيء فخر يعني لنا أن تكون عندنا هذه الكوادر الوطنية واحد أكيد بس في نقطة أنا أتمنى أن يعني لجميع الهيئات الطبية الصحية أن يعني يتم يعني مثلا الإعلام بشكل مكثف أن مثلا قد لا تكون تخصصات أو لا يكونون في كوادر في فترة من الفترات فاليوم ما شاء الله المستقبل معلومات متوفرة يعني مثلا بكل جميع وصل التواصل حتى تكون مثلا ممكن تكون في نشرات موجودة مثلا خلينا نقول شهرية في المستشفيات المراكز بحيث ان مثلا ان والله هذا الجديد عندنا او هذا اللي بحيث اني انا ليش اتوجه للقطاع الخاص وادخل في متاهات او سفر للخارج والحمد لله عندي مواطنين كوادر وطنيه واضحه الرساله ابو حمد وانا بعد بدعيك لشغله
زي ابو حمد انا عشان بس ابغي اعطي الدكتور فوزي معانا في الاستوديو حقه في البرنامج بس بدعيك لي شغله انك تتابع حسابات هيئه الصحه في دبي على الانستغرام على تويتر على اليوتيوب تابعنا وايضا نحن عند البيان الصحي بخير. هو المقصد ان تكون حتى في واضحه رسالتك موجوده صح بحيث ان او مثلا تكون هذا الاقتراح من ارفعه واضحه وبتكون في لوحات الكترونيه صح. ابشرك في لوحات الكترونيه بتكون ان شاء الله في العيادات المستشفيات في نقطه ثانيه طال عمرك اختصر لي ابو حمد اختصر هي قضيه الـ يعني اليوم لما تدخل يعني في طبيب في المراكز الخاصه او المركز ما يقدر يكون بعمليه معينه عرفت ويجري هذه العمليات يعني لو مثلا ان الطبيب هذا مثلا يكون في والله هذا الطبيب امكانيه يعني ممكن انه مثلا او هذا الممكن يعمل هذه العمليه او مثلا لا مش بهالتخصص هذا عرفت فهي هذه اللي تصير ان الطبيب مثلا غير مؤهل لعمل العمليات ويجريها فهنا النقطة اللي هي مفروض إن شو اسمه هذه في رقابة يعني عليها من قبل إدارة التنظيم الصحي أبو حمد أنا بقول لك شغلة حاليا يعني أنا بس بعلق على هذا الموضوع واسمح لي يعني بنهي المكالمة عشان بس أدخل بس أبو حمد الآن الطب وين وصلوا وصلوا إن تشكيل فرق للعلاج مثل هذه العملية اللي سواها الدكتور كامل من مستشفى اللطيفة وتم تشكيل تمر ما بين مستشفيات الهيئة لتشكيل مثل إلى مثل هذه الممارسات ل يعني تقديم العلاج الوافي فجزاك الله خير أبو حمد ملاحظاتك في مكان بين نحن نعتذر عن الإطالة إن خليناك شوي تنتظرنا ولكن أبدا. هو البرنامج هو للناس نحن في هذه الأجواء سعيدين أيه. جدا يعني. الله يسلم شكرا لك دكتور. طبعا عندهم ابتكار في مستشفى دبي دكتورة عندكم ابتكار جديد دكتور إن تقنية جديدة لترميم الصمام التاجي أول شيء نشرح الناس شو الصمام التاجي وين ابتكرتوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمام التاجي هو صمام من هو له دور في عظم يغذي سائر الجسم وبالتالي لا تتحمل هذا الضغط أهمية هذا الصمام وخاصة إذا كان في ارتجاع صحيح طيب يصير في اختلاط بالضغط على الرئة والرئة إذا كان تضخمت شرايينها يعني صعب جدا علاجها يصل إلى عملية زرع الرئتين طيب صحيح. دكتور الآن هذا أنت ابتكرت ما شاء الله عليك تقنية جديدة في علاج هذا 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 الموضوع خبرنا عن هذه التقنية عن هذا الابتكار وكيف طبقته في مستشفى دبي نعم هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبجهد كافة أعضاء الفريق يعني نحن كفريق عمل يعني نتعاون ونتضافر دائما في إنجاح مثل هذه التقنيات وأحيي سائر زملائي في الفريق الذين ساهموا معي أيضا في إنجاح هذه العمليات مبدأ تبع الصمام التاجي هو إعادة من الناحية التشريحية يعني من الناحية الطبيعية الله سبحانه وتعالى خلق فيها الصمام هذا الصمام له ميزة أنه يشبه إلى حد بعيد المظلة وبالتالي هو قائم على أربطة تربط هذا الصمام بجدار عضلي حتى يصبح هذا الصمام يعمل كما يعمل الباب هو وظيفته يعني منع الدم من الرجوع من حيث أتى من الرئتين فدائما التقنيات منذ 30 عام وفي أكيد بداية ترميم الصمام عمرها 30 عاما ولكن الترميم كان دونه صعوبات هائلة
صحيح. وبقي محصور بأشخاص بأطباء متميزين ما استطاعوا أن ينقلوا هذه التقنية إلى أطباء الثانيين لصعوبة شرحها وصعوبة تطبيقها, ويعني يصبح طبيب عنده مهارات خاصة فيه ويعني بعدم ممارسة الطبيب يعني نخسر هذه الطاقة. وأما الطريقة التي نحن يعني إن شاء الله توفقنا إليها سوف تجعل من هذه التقنية متاحة إلى أطباء في الأجيال القادمة, فنحن بسطنا هذه العملية. شو اللي سويتوا يا بالضبط؟ نعم, نحن المشكلة المعضلة الكبيرة أنه كيف نستطيع أن نعيد هيكلة الصمام بأربطته الطبيعية والوصول إلى مقياس قياس هذه الأربطة بالطريقة المناسبة. هذه إلى الآن ما نوجد الحل فيها. كان في عبر 30 عام 40 محاولة من كبار جراحين العالم ليعطوا حل المشكلة هذه. بفضل الله تعالى وجدنا هذا الحل, ونحن استوحينا هذه الفكرة من أفكار بسيطة جدا. يعني الإبداع لا يكون بالضرورة بالتعقيد. صحيح. قد تكون أشياء فعلا بديهية أمامنا, فكرة صحيح. بسيطة ممكن تحل مشكلة كبيرة. فكرة بسيطة صحيح. جدا. فأنا من خلال متابعتنا المشكلة هاي خطرت إلى بالي يعني ابتكار عقدة تشكل يعني الرباط هو عبارة عن حبل يعني ولكن صحيح. هذا الحبل هو ضمن حلقة صحيح. يعني حبل من حلقة حتى يصير فيه عملية أنه كيف نحن بدنا تعليق الصمام من جديد إلى جدار كان وتد عند الخيمة. ومن هنا إذا كان الجراح يعني التقنيات الموجودة هي نعمل يعني قياس بالقياس يعني ونعتمد عليها ونتوكل الله ونقول إن شاء الله هذا القياس سوف يكون مناسبا صحيح. ولكن اختلاف المليمتر في قياس الأربطة تشكل نوع من التنشن يعني من الضغط على الصمام نفسه وبالتالي هو يحوم دون نجاح هذا الصمام صحيح. فنحن اخترعنا هو وجدناه هو طريقة وجدنا أربطة قابلة للتعديل يعني نستطيع أن نعدلها بعد ما تركبونها من بعد ما نركبها صحيح. هي النقطة الجوهرية أنه إذا نحن حطينا هذه الحبال على القلب ولكن إذا رأينا أنه بحاجة إلى تعديل فنحن سوينا عقدة انزلاقية صحيح. العقدة الانزلاقية هي عقدة شبيهة إلى حد كبير إلى عقدة العنق. فلو نحن تخيلنا حتى يعني حتى نشبه القصة مثلا ربطة العنق يستطيع أي إنسان أن يحدد يعني الضيق والوساعة لأنه عنده عقدة هي تنزلق على المنطقة الخلفية الضيقة من فهي مستوحاة من عقدة النظر من العقدة من الكرفتة صحيح صحيح بكل بساطة يعني ممتاز يعني أنتوا اخترعتوا كرفتة للصمام هو محمود لو تتخيل شكله ترى الصمام شكله مثل الخيمة بالضبط. الخيمة لها أوتاد وفيها حبال صحيح. تخيل لو تشديت الحبل أكثر عن اللزوم شو يستوي في الخيمة تستوي مايله طرف مشدود أكثر عن طرف صحيح. إذا رخيته ممكن الخيمة تطيح صحيح. هو نفس الشيء قبل كانوا لما يقيسون ويركبون إذا طلع مشدود أو مرتخي ما يقدروا يصلحونه عدل طيب. الحين لا صار في عقدة تروم توسع وتروم تذوق وهذه نحن اخترعناها في الهيئة صحيح هيدي اسمها عقدة انزلاقية. شو سميتوا الاختراع هذا دكتور؟ نحن يعني هو بعرف قائم بالطب يعني هي. فالزملاء يبادرون إلى تسمية التقنيات باسم الطبيب المبتكر يعني وكانت ممتاز. مبادرة يعني كانت مبادرة من زملاء من الغرب الذين يعني هني استوعبوا هذه العملية وطبقوها طبعا أنا كنت موجود معهم يعني في أوروبا حتى سوينا عدد كبير جدا من العمليات خلال فترة زمنية جيدة يعني قصيرة ممتاز. فسميت بعقدة الصفدي الانزلاقية الصفدي أهنيك دكتور أهنيك إن شاء الله يا رب يعني هذا يكون في ميزان حسناتك وتكون يعني مسألة لعلاج الكثير من الحالات لأن شو ما كانت هي حالة إنسانية تحتاج العلاج فابتكار عقدة الصفدي
يعني ابتكار جميل جدا نحظى به في مستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي. صحيح. ابغى اتحدث عن تجاوب الاوساط العالمية في القطاع الصحي بهذا الابتكار. يعني حقيقة يعني سبحان الله وفاء يعني من شيم مجتمعنا وعاداتنا ومعتقداتنا. شيم الكرام يعني. الحمد لله رب. انا ما استطيع انه ما كنت استطيع ان اوصل هذه التقنية الى خارج غير تعاون مباشر ودعم مباشر من إدارة المستشفى بشخص مديرها الذي هو تبنى انتقال هذه التقنية اللي طهرت في أمريكا في نيويورك الماضي في 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 الصيف الماضي. فعودت هذه التقنية وكان عليها يعني إقبال وإعجاب من كبار جراحين في جميع القارات. ما شاء الله ممتاز. وقد يعني باشر إلى عرض التقنية تكفل بها أحد كبار البروفيسوريين في 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 أوروبا في 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 ميلانو. وهو من أحد الجراحين يعني الأساسيين في هذا المجال في جراحة المنظار وعرض التقنية بوجود الحمد لله. وهذا كان بدعم من الإدارة وبدعم من المستشفى ومن التيم من فريق العمل يعني برئيس القسم إلى بصائر أقصى. فخورين جدا دكتور والله يعني نعجز عن التعبير لما يكون في إنجازات مثل هذا على 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 هذا المستوى. هني أبغى أتكلم بالنسبة للمرضى دكتور. نعم. شو يحسون بعد وجود مثل هذا الابتكار؟ يعني هيدي العملية مبسطة بشكل أنه المريض يعني نحن سوينا احتكاك يعني مع يعني حتى أقبل عليها جراحين من مستشفيات في الدولة. وحقيقة هي سهلة التطبيق إلى درجة يعني كبيرة جدا. تصبح في عملية دقائق نستطيع أن نرمم الصمام عندما كان ترميمه يتطلب ساعات. صحيح. ساعات. وكم من مرة يعني نحن كنا في 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 لايف ترانسميشن يعني في في مؤتمرات عالمية يعتذر الجراح لأنه لابد أن يعيد الكرة مرة ومرتين حتى يستطيع أن يصل إلى الطول. هذا كان التحدي مزمن طبعا تقنية ترميم الصمام. صحيح. فنحن بالنسبة للمرضى هذا يعني لا يقل عن 50% من إذا يعني بيكون تواضع 50% وبيكون هناك كثير أكبر إن شاء الله. كثير من المرضى يعني محرومون من هذه التقنية من الترميم لصعوبة الترميم. صحيح. وبالتالي قد يكون بجراحين يقدمون على الترميم بشكل أفضل وبشكل بثقة أكبر يستطيعون أن يمنحوا 50% من المرضى الذي يحتاجون إلى ترميم سوف يمكن ترميم الصمام بدلا من استبداله. صحيح. و يعني المجال يعني لا يتسع حتى نصف مدى أهمية الترميم نسبة للاستبدال وما فيه من خير للمريض نفسه يعني. زين دكتور قبل ما نختم لقاءنا معك بس نتحدث على عجالة عن الإمكانيات والخدمات اللي قدمها قسم جراحة القلب وصدر للمرضى بشكل عام. يعني طبعا يد الله مع الجماعة ونحن فريق في جراحتنا في قسمنا عن متعددين التخصصات ونحن يعني نؤمن بالنمو النمو الأفقي بالنمو فيرتيكال العمودي وليس فقط بالنمو الأفقي. معناه أنه إذا كان فريق العمل موجود فلابد من أن يبدع أي كل شخص عنده طاقة معينة أن يبدع في مجال معين حتى يصير في نوع من التكامل. صحيح. وبقية الفريق يضافره في هذا. فمن هنا من يعني من تعدد التخصصات في قسمنا فنحن نغطي يعني شريحة كبيرة من أصعب وأعقد عمليات القلب المتاحة على مستوى العالم وفضل رحت على ما عندنا أي تردد أو أي عن يعني تحفظ أنه نجري أي نوع من العمليات بما فيها العمليات المعقدة وعلى مستوى عالمي دكتور. الحمد لله. الحمد لله. يعني نشكر الله إنجازات يعني برنامجنا ما شاء الله في اليومين صدف كمية إنجازات كبيرة صراحة محمود. يعني اليوم في إنجاز طبيبين بإنجازات عظيمة إن شاء الله كانوا معنا اليوم في البرنامج عالمية. نشكركم صراحة. دكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي ومبتكر تقنية جديدة لترميم الصمام التاجي للقلب
يعني عرفت عالميا باسم تقنية الصفدي. نحن شاكرين لك تواجدك معنا وسعيدين جدا بهذا الإنجاز، ونتمنى أن نشوف إنجازات قادمة على يعني اسمح لي يعني والله يعني أمانة هذا يعتبر إنجاز مستشفى دبي، لأنه أنا ما كان عندي استطاعة أنه بهالعمل لوحدي، وحتى أنا يعني قد تمنيت أنه يسمى بمستشفى دبي، ولكن أصرت الإدارة أنه تمنحني الشرف هذا. والله هذا 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 من شيء من الهيئة أكيد. وأيضا هذه تدل على الأخلاق الحميدة عند صاحب الإنجاز هذا. شاكرين لك دكتور وكل التوفيق. أيضا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. يعني أنا أول شيء أبغى أقولكم كل عام وانتم بخير مقدما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ثاني شيء سعيد جدا في هذه الحلقة اللي أنا يعني تعد حلقة من الحلقات التاريخية دكتورة، لأن شهدنا العديد من الإنجازات فيها. وثلاثة يعني نرجع نأكد مسألة أن اللهم لك الحمد نحن في دولة متقدمة علميا، متقدمة في هذا المجال. فأحيانا كثيرة يا جماعة الخير ننظر إلى الجانب المشرق، صحيح. ننظر إلى الجانب الإيجابي في الخدمات. يعني ما أحب أتحدث عن مسألة أن هنالك بعض التأخير في بعض الأنظمة الإدارية اللي هي أصلا يتم تطويرها لخدمة الناس، صحيح. فنبغيكم تطولون بالكم قدر الإمكان يا جماعة الخير، وعطوا الناس حقهم لأن هذين موجودين لخدمتهم. أكيد. فكل عام وانتم بخير، نشوفكم إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. مداومة يوم الاثنين ولا؟ يوم الاثنين لا يوم الثلاث يوم الأربعاء بكون معكم يوم إن شاء الله. يوم الأربعاء بإذن الله. إذن جازة سعيدة دكتورة ندر ملة. شكرا لك عيسى سبيل وكل عام وأنت بخير. ميرا الغفلي بعد موجودة، كل عام وأنت بخير ونشوفكم إن شاء الله عقب العيد إن شاء الله. وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.